الله يسر الصحراء وفي المغرب في مغربياتها وكذلك المغرب الصحرائي، وكنعتذر على هذا ان الستريس ديال المرض وهذا الشيء اللي كاين، وحنا كنوصلوا الصوت ديالنا بدون ما تكون حتى شي حاجه، وحنا كنحافظوا على النظام وعلى غير ذلك. جينا باش نعبروا على التمغربيه ديالنا وعلى الحب ديالنا والتمسك ديالنا والتمسك ديالنا بالعرش العلوي المجيد وبالثوابت الامه ودفاعا على الصحراء المغربيه، باش ما بغاو بالك خليوا هذا الشيء توارثوا للولاد ديالنا ان شاء الله كما خلاو لنا جدودنا. وحنا جينا اليوم باش نعبروا على السخط ديالنا والاستنكار ديالنا الشديد، لان هذوك الاخوان ديالنا مشوا يمثلوا الرياضه المغربيه، علاش غيقول لهم حيد القميص وجردوهم من القميص؟ علاش حيت به الخريطه ديال الصحراء المغربيه، ورا الصحراء المغربيه كيعرفها العالم، كيعرفها العالم باعترافات دول عظمى، والحمد لله بالقياده الرشيده ديال سيدنا. وهذا الشيء ديما هادو يضربوا راسهم نهار الحيط. ابراهيم جينا اليوم تضامنا مع المنتخب الفريق ديال بركان اللي محتجز في المطار في الجزائر على قبل القميص الوطني اللي فيه الخريطه ديال المغرب، وما بغاوش. وحنا جينا دابا دايرين وقفه قدام قنصلية ديال الجزائر، وخا منعونا الامن، منعونا الامن من الوقفه، احترمناهم انهم وخا منعونا من احتراما للدبلوماسي، احتراما للدبلوماسيه. وحنا اليوم جينا بهذه الوقفه وجينا في اسرع وقت، وحاضرين غادي يحضروا جمعيات ديال المجتمع المدني في المغرب كله، غادي يديروا وقفه ثانيه، وحنا ما نتعاتقوش معاهم، حنا ديما سلميين، ولكن ما نتقبلوش هذا الظلم اللي داروا. هذه الرياضه ماشي سياسه، انهم باش يحتازوا الناس ديال الرياضه، هذا الشيء خطير وحنا ما نتقبلوش. وديما الصحراء المغربيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، تحت الشعار الدائم الله الوطن الملك. الله يسر سيدنا. الله 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 الله.